مكتبة إصطفين تقدم: تعرف إلى جسم الإنسان. الهيكل العظمي البنية الأساسية لجسم الإنسان، تحمي الجمجمة الدماغ، تثبت الترقوة الذراع المتصلة بالصدر، ثم العظم العضد وعظم اليد والكعبرة. أما اليد فتتألف من 27 عظمة ومفاصل عدة تساعد على القيام بالحركات. يحمي الضلع الرئتين، يسمح الفك السفلي بفتح الفم وإغلاقه بالإضافة إلى مضغ الطعام. يضمن الحوض ثبات الجسم. عظم الفخذ هو الأطول في الجسم، تسمح الرضفة بثني الساق. أخيراً تتألف القدم من 26 عظمة تدعم وزن الجسم كله وتمكن من المشي والتحرك. أليس ذلك ظريفاً؟ فلنتطرق الآن إلى العضلات التي تسمح لنا بالتحرك. تسمح عضلات الصدر بدوران الذراع. ترفع العضلة الدالية ذراعا، تثني العضلة ذات الرأسين الذراع، تمد العضلة الثلاثية الرؤوس الذراع، تسمح عضلة باطن الفخذ بوضع ساق فوق الأخرى وبالتربع، تمد العضلات الرباعية الرؤوس الساق. يؤدي التوأم إلى رفع القدم. في جسم الإنسان أكثر من 600 عضلة تغطي بمعظمها العظام. عندما تتقلص تنتج العضلات حركات جسمك وتسمح لك بالمشي والقفز والعدو مثلاً. يأمر الدماغ معظم العضلات بالتحرك، عندها تكون إرادية، غير أن بعضها لا إرادي وتلقائي كالقلب، وهي تعمل دائماً بطريقة تخرج عن إرادتنا كالأعضاء الداخلية. أما بعضها الآخر فإرادي كالعضلة الثلاثية الرؤوس، تعمل أزواجاً فتؤدي حركات متعارضة. إذا تقلصت عضلة ترتخي العضلة المقابلة لها، كما يحدث عندما تثني ساعدك. أليس ذلك رائعاً؟ دعنا نتحدث الآن عن الغذاء الذي يقوم برحلة طويلة داخل الجسم. اللعاب هو العصارة الأولى التي تتدخل في عملية الهضم. المريء أنبوب طويل يحمل الطعام الممضوغ إلى المعدة. تخفف المعدة الطعام الممضوغ بفضل عصارة حمضية. يحول السائل الصفراوي وعصارة البنكرياس الطعام إلى مواد مغذية صغيرة في الاثني عشر. يسمح المعد الدقيق للمواد المغذية بالمرور في الدم. أما المعى الغليظ فيحول ما لا يهضم إلى براز. أخيراً يخزن المستقيم الفضلات ويزيلها. وماذا عن الجراثيم؟ يحتوي جسمنا على الكريات البيض التي تحفظ سلامة الجسم، تنتقل بالدم واللمف وتقضي على الجراثيم والفيروسات. ماذا تفعل الكريات البيض للقضاء على الجراثيم؟ تبتلعها ثم تهضمها فيما يسمى بعملية البلعمة. عندما تؤذي نفسك تنتقل آلاف الكريات البيض إلى مكان الجرح وتقضي على الجراثيم. تؤدي هذه العملية إلى فرز بعض المواد وتصبح بشرتك حمراء ومنتفخة ومؤلمة. هذا هو الالتهاب. العادات الحسنة التي يجب اكتسابها كي تتجنب إرهاق الكريات البيض: تعلم الاهتمام بنفسك
لتحافظ على صحة جيدة. تنمي ممارسة الرياضات العضلات، وتزود العظام والأعضاء بالطاقة والمقاومة. يقضي الاغتسال بالماء والصابون على الجراثيم التي تتراكم خلال النهار على الجلد. بعد يوم طويل يحتاج الجسم إلى الراحة ليستعيد طاقته. تساعد الملابس الجسم على الاحتفاظ بحرارته المثالية. كي تكون بصحة جيدة يجب أن يكون غذاؤك متنوعاً ومتوازناً. تزود السكريات كالمعجنات والخبز والبطاطا والفواكه الخلايا بالطاقة. تمنحنا الدهون كالزيت والزبدة والحلوى الطاقة، وتخزن أيضاً كغذاء احتياطي. أما البروتينات كاللحم والسمك والحليب والبيض فضرورية لتكوين الخلايا. حافظوا على هذه العادات وتمتعوا بصحة جيدة. إلى اللقاء مع كتاب جديد.